مش بس ممكن يظهر بشكل كتلة، هو ممكن يظهر على شكل احمرار في الجلد أو كتل موجودة تحت الجلد أو نزيف من الحلمة أو فقدان مفاجئ للوزن وصاحب ليه أعراض موجودة على سطح الصدر. أي حاجة بتختلف عن أي حاجة اللي أنا اتعودت عليه في الشكل الطبيعي لازم أفكر كويس جدا في الفحص الإكلينيكي. يعني لو ظهرت عندي أي كتلة وهذه الكتلة بتزيد، حصل احمرار على سطح الجلد، حصل نزيف، حصل كتل موجودة في منطقة الثدي، أو فقدت أكتر من 10% من وزني في 6 شهور فاتوا أو ما هو أقل، يهمني جدا أتوجه للفحص الإكلينيكي. الفحص ده هيساعدني في اكتشاف إن كان فعلا في أي تغير أو إن كان هي أعراض ليس لها علاقة بهذا المرض. الحاجة اللي احنا بيهمنا ان احنا نعملها بعد الفحص الإكلينيكي ان احنا بنستخدم الأشعة، سواء أشعة الماموجرافي او السونار المساحب.